القوة الصغيرة إكس مهمة إلى الفضاء. والآن أستخبروننا بما تعرفونه؟ أجل، بالتأكيد. كان هناك شرير يقود مجموعة فضائيين أشرار يهدف لترويع المجرة بأكملها، وذلك كان زينوس. لكن في نهاية الأمر تم احتجاز زينوس في كوكب ونسي أمره إلى الوقت الذي وجدنا ذلك الكوكب المفقود. لم يكن علينا أن نجده. ما هذا صحيح؟ أراد زينوس الحصول على القوة القصوى ليحكم العالم، ووجد على الأرض الطاقة التي يمكن أن تعزز قوته. يصدر البشر طاقة قوية عندما يختبرون مشاعر سلبية مثل الغضب والحزن والبؤس، وهذه تدعى بالطاقة السلبية. جمع زينوس الكثير من الطاقة، وإذا تزود بها فسيحصل على القوة القصوى. ماذا سيحدث إذا حصل على القوة القصوى؟ من المحتمل أن يقوم. بتدمير الأرض. هل سيدمر كوكبنا؟ إذن علينا إيقاف زينوس قبل أن يحصل على القوة القصوى. كارا، نحن بحاجتك. كيف؟ نريدك أن ترافقينا إلى سفينة زينوس. ولكن أنا موافقة. أليس كارا؟ لم يعد لدينا أي مهرب الآن، يجب أن نكون شجعانا. أنت على حق. إذن هيا لنذهب إلى سفينته. شكراً يا فريقتان. ولكن كيف سنصل إلى الفضاء الخارجي؟ صحيح، كيف سنصل إليه؟ ليس لدينا أي وسيلة للوصول. لا تقلقوا أبداً. نقص في الطاقة السلبية. الكثير من الطاقة تنقص بشكل أكثر من المتوقع، وهذا الخلل يعرض خطتنا للخطر. كيف سمحت لهذا الخلل أن يحدث؟ اذهب وأصلحه حالاً. أمرك سيدي الزعيم. لا داعي لأن أصلح شيئاً سيدي، فلا يوجد أساساً أي نقص بالطاقة السلبية. يا زينوس، أخشى بأن أيامك باتت معدودة. أنا زورد، سأخذ كل هذه الطاقة السلبية وسأحكم العالم بأكمله. هل تستطيع الحاملة نقلنا إلى الفضاء؟ البطل الحقيقي يستعد جيداً لجميع الظروف. هيا بنا، حاملة القوة إكس، انطلاق! هيا سامي، المسرع تشغيل. هيا. لقد نجحوا سيدي. أصبح الأمر بيدهم. رائع، نحن في الفضاء. ألا تنتبه وأنت تقود؟ إنها أول مرة لي في الفضاء. رائع، انظروا يا أصدقائي.
إنها جميلة جدا. كيف لأحد أن يفكر بتدميرها؟ سندافع عنها مهما كان الثمن. خمس عشرة درجة إلى اليمين وعشرون درجة إلى فوق. حسناً. لقد وصلنا. لكني لا أرى أي شيء. سفينة زينوس الفضائية تختبئ خلف جدار حماية، سترونها إذا ما اقتربتم أكثر. رأيتها! سفينة زينوس الفضائية! إنها ضخمة. القوة الصغيرة، يبدو أن فريق دان قد قادهم إلى هنا. هيا اهجموا. أليو المعارك الذين طورهم زور. احذروا جميعا. لا يهم، الهجوم المضاد. أعدادهم كثيرة، لن نستطيع الدخول. لنستدعي آليي القوة إكس. كارا، سنتركها لك. حسناً فورت، لا تقلق. جئنا لننشر السلام، عدالة ووئام. عندما يظهر الشر نحن سنحمي أرضكم. البهت القوة إكس. إكس. ما رأيكم؟ لقد حان دوري الآن. أنا قادمة. يا لهم من مزعجين. هذه هي نهايتكم. لا، انظروا! سيستغرق هذا وقتاً. لنتحد! هيا! القوة ميتاترون! اتحاد!
نهزمهم بضربة واحدة. الموجات الفضائية. يمكننا الدخول الآن. هذه هي سفينة زينوس؟ إذن أين هو زينوس؟ غرفته في ذلك الاتجاه. لقد أوقعوا بنا.